الأذى بكل مراتبه خطير ونهت عنه الشريعة، لكن كلما عظم حق الشخص سواء كان حق قرابة أو حق جوار أو حق حق من الحقوق كان التعدي عليه أعظم. ولهذا جاء في الحديث، حديث أبي هريرة في حديث الولاية، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، مع أن الله يدافع عن كل المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولهم من الدفاع والصيانة بقدر ما معهم من الإيمان، لكن عندما يتسلط الأذى ويتوجه للمؤمن يكون ذلك أعظم، يكون ذلك أعظم إثما وأكبر جرما عند الله عز وجل. جميل. ولهذا يجب على المؤمن أن يتوقع هذه الأخطار، أن يجتنبها. وما جاء من ذكر صفات الإسلام هو بيان أنه مما يستحق الصيانة، كل المسلم على المسلم حرام، لا يعني أن غير المسلم حلال، لكن حق المسلم في التحريم من حق غيره. ولهذا جاءت النصوص في بيان العدل وصيانة الحقوق للمسلم ولغيره، إذا كان من الحقوق إلا أن يكون ممن يباح دمه أو يباح ماله أو يباح عرضه، هذا لا بد فيه من بيان حق. فهذه النصوص مثل المسلم من سلم المسلمون من لسان ماده، لا يعني أن غير المسلمين لا ينالهم منه أذى بدون حق، بل لا بد أن يكون الأذى بحق. ولهذا الذين يعني يجنون على الناس باعتداء لأجل أنهم غير مسلمين، لمجرد أنه كافر يتوجه إليه بالأذى، ولو كان معاهدا ولو كان مصون الدم أو مصون الحقوق، هؤلاء يخالفون ما دلت عليه النصوص، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.